بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو سنتكلم عن عنصر هام يستخدم في تصميم الآلات بشكل عام وفي تصميم الآلات يعني ذات التحكم الرقمي بشكل خاص وفي الآلات التي تدخل في خطوط الإنتاج والأكمتة الصناعية. هذا العنصر الهام هو الحساسات. سنتكلم في هذا الفيديو عن ثلاثة أنواع من هذه الحساسات: الحساسات التقاربية أو التحريضية، والحساسات السعوية، والحساسات الكهروضوئية. سنتحدث في هذا الفيديو عن كل ما يهم المهندس الميكانيكي تحديداً لكي يعرفه قبل أن يستخدم هذه الحساسات. سنتكلم عن مزايا هذه الحساسات، مجالات استخداماتها، المعلومات الضرورية التي ينبغي أن نعلمها قبل استخدامها. سوف نقوم بإجراء مقارنة بين ميزات وصفات هذه الحساسات الثلاث، وأرجو في النهاية أن ينال الفيديو إعجابكم وأن تلقون فيه الفائدة المرجوة. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نباشر هلأ بشرح الأصناف الثلاثة من الحساسات اللي ذكرناهم. طبعا هنا الأصناف الثلاثة هنا مثل ما حكينا: الحساسات التقاربية أو التحريضية، والحساسات السعوية، والحساسات الكهروضوئية، اللي هن يعني طبعا دارجين الاستخدام والاستعمال في الأنظمة الصناعية وأنظمة الأتمتة والتحكم، طبعا بالآلات ذات تحكم رقمي على وجه الخصوص يعني. ولنختار طبعا لازم نعرف نختار الحساسات المناسبة لتطبيقنا اللي عم نشتغل عليه. لازم نحن كمهندسين يكون عندنا فهم عميق لماهية عمل الحساسات، شو هي متطلباتها، شو هي المواصفات اللي بتميز فيها الحساس، شو هي متطلبات التركيب، شو هي مسافة التحكم اللي نحن بتلزمنا للحساس، قديش يعني لازم تكون البيئة اللي حيخضع لها الحساس أو اللي حيشتغل فيها الحساس، أمور التوصيل المختلفة المتعلقة بالحساس والكابلات وما إلى هنالك، وخيارات التجميع اللي موجودة بالحساس، يعني كما ممكن هي تساهم باختيار نوع الحساس. ومشان هيك لازم نحن ناخذ كلمحة سريعة عن شيء اسمه أساسيات التحسس، يعني شو الأشياء اللي لازم نعرفها قبل اختيار الحساس. من الأشياء اللي لازم نعرفها قبل اختيار الحساس هي العناصر اللي حيتحسسها الحساس، التارجتس. شو هي، شو يعني لازم نعرف شو هي يعني الاجسام اللي ممكن بدنا الحساس يكتشفها او يتحسسها. على النقيض من ذلك، النقطه الثانيه، شو هي الاشياء اللي ما لازم يكتشفها الحساس، اللي بتسمى الباك جراوندز، هي الاشياء اللي بدنا الحساس يعني ما يتاثر فيها، يعني ما يستشعرها. النقطه الثالثه هي شو هي يعني فينا نسميه نوع الحساس، التكنولوجيا المستخدمه بالتحسس من اجل يعني اكتشاف الاهداف او اكتشاف الاشياء اللي لازم يتحسسها الحساس. النقطه الرابعه اللي هي عباره عن مساحه التجميع المتاحه وقيودها، يعني اذا احيانا مساحه التجميع كبيره او صغيره خلينا نقول، والحساس كبير ممكن ما يركب مع الحساس، فهذا الشيء رح يؤدي انه غير نوع الحساس اذا كان من الضروري انه يكون الحيز صغير. من الناحية الثانية، النقطة اللي بعدها هي عبارة عن سنسور فورم فاكتور، هي عبارة عن عامل الشكل للحساس. أحيانا بيكون الحساس بحد ذاته هو الكبير أو هو يعني الشكل هو اللي عامل مشكلة، مش قصة المساحة المتاحة للحساس، فهذا كمان بيلعب دور بتحديد نوع الحساس. طبعا بالإضافة للمتطلبات الكهربائية، شو المتطلبات الكهربائية يعني بيشتغل عليها الحساس، هذا طبعا بيحدد نوع الحساس اللي نختاره، ومتطلبات الكابلات طبعا طريقة توصيل الكابلات، قطر الكابلات، حجم الكابل مثلا، طوله، كل هذا مثلا النوع مثلا ممكن يساهم بتحديد نوع الحساس، وتطلبات التجميع نفسه، كيف طريقة تركيب الحساس، هذا كمان طبعا بيأثر على اختيار الحساس. بعد هيك لازم نحن يعني نعرف مثل ما حكينا شغلتين اساسيات بمجال التحسس، اللي هن التارجتس والباك جراوندز.
التارجتس او يعني هي واضح تقريبا من اسمها اللي هي الاهداف، يعني هي الاشياء اللي بدنا الحساس يتحسسها، اللي ممكن تكون قطع، يعني قطع متحركه مثلا على سير ناقل او شيء، ممكن تكون هي عباره عن علامات الحبريه الموجوده على بعض العلب الدوائيه مثلا من اجل العد مثلا، او مثلا ممكن تكون هي عباره عن مسافات انا بدي مثلا الحساس يستشعر الفراغات ضمن اجسام او ضمن اشياء. هاي القصص كلها اسمها تارجتس، يعني التارجتس اللي بدي انا الحساس يتحسسها. بالمقابل في شيء يعني اسمه الباك جراوندز اللي هي عباره عن اشياء اللي ما بدي الحساس يتحسسها، يعني ما لازم يعطيني اشاره عنها الحساس. احيانا ببعض التطبيقات ممكن تكون يعني يكون في تناوب بين التارجتس والباك جراوندز، يعني على سبيل المثال احيانا بجوز تكون مثلا علبه الدواء لبعض الحساسات هي عباره عن تارجتس، بس لبعض الحساسات الاخرى ممكن تكون هي باك جراوندز، يعني الحساسات الاولى ممكن لازم يتحسسها الحساس، بس بالحساسات الثانيه لازم يهملها الحساس ما يشوفها. في تناوب بين يعني بين الوظائف احيانا ممكن يكون. على سبيل المثال عن التارجتس ممكن تكون هي عباره عن علبه بنيه عم تمشي على سير ناقل مثلا، ممكن يكون الباك جراوند هي عباره عن مسافات الفاصله والفراغات الفاصله بين العلب اللي على السير الناقل، او ممكن يكون هي العامل بحد ذاته ممكن يكون هو عباره عن باك جراوند لازم ما يتحسسه الحساس. بعد الشيء لازم نحن نعرف شو نوع الحساس اللي نستخدمه. بعد ما عرفنا الامور السابقه لازم نعرف شو نوع الحساس اللي نستخدمه. هذا الشيء طبعا يلي بيحدده هي عبارة عن بيئة التركيب اللي ممكن تأثر على قرارنا باتخاذ الحساس. طبعا والشيء الأهم من البيئة اللي لازم نعرفه اللي يعتبر هو عبارة عن الشيء المفتاحي بعملية التحسس، اللي هي لازم نعرف شو العنصر اللي عم نتحسس وشو المادة اللي عم نتحسسها وشو هي التكنولوجيا اللي عم يتم خلالها التحسس، شو هي التقنية اللي عم يتم خلالها التحسس. بالإضافة لازم نعرف شغلات مثل مسافة التحسس المطلوبة ومثل ما قلنا تأثيرات البيئة على الحساس. ممكن إذا البيئة مثلا مش كتير مثلا يعني خلينا نقول فيها حساسيات أو فيها مثلا غبار أو كذا، في نوع من أنواع الحساسات ما بتشتغل معنا، فهذا كله يعتبر من العوامل المحددة لاختيار نوع الحساس. إذا انتقلنا لأول نوع من أنواع الحساسات اللي هو الحساسات التحريضية أو الحساسات التقاربية بنسميها proximity sensors، اللي هاي الحساسات بتعتمد على توليد مجال مغناطيسي من وشيعة تحريضية. هذا المجال المغناطيسي ممكن يتبدد لما بيكون في عنصر حديدي فيروس يحتوي على الحديد، هذا العنصر موجود ضمن المجال، فوقت بيصير هالتبدد بتحسس الحساس. يعني بشكل عام الحساسات الستاندرد من هالنوع بتتحسس لكافة المعادن اللي فيها مثلا عنصر الحديد، خليطة فيها عنصر الحديد. رغم التقييد الكامل بالحساسات انه فقط للأجسام المعدنية، إلا أن الحساسات تتميز بالثباتية، يعني متينة، تعتبر انه مثلا إشارات منها موثوقة، كما أنه مثلا تتميز بالتكرارية، الأخطاء الناتجة عن التكرار فيها شبه معدومة. وكمان من حلاوة الحساسات أنه قليلة التأثر بالمحيط المحيط المجاور للحساس، أحيانا يعني ما بيكون له التأثير الكبير على الحساس. مثل ما حكينا الحساسات تكتشف المعادن يلي بيكون عنصر الحديد فيها، ولكن هناك بعض المعادن او الخلطات بتحد من مجال عمل الحساس وتؤدي الى تقليل مسافه التحسس مثل معدن او خلينا نقول ستانلس ستيل. مجال عمل الحساسات التقاربيه بتراوح من الميلي ل 120 ميلي. طبعا لما بيكون بدي مجال اكبر هذا الشيء رح يؤدي الى زياده حجم الحساس. يعني هلا انا حكيت انه مثلا المجال هو 101 ل 120 ملي، هذا المجال بشكل عام. بس اذا قلنا انه
مشان الحساسات اللي مجالها من 2 ل 25 ميلي، كيف هذا حيأثر على حجم الحساس؟ الحساس اللي مجال عنه 2 ملي بتلاقي قطره مثلا 8 ملم، اما الحساس اللي حجمه 25 او مسافه التحسس تبعه 25 ملي وقطره تبعه 30 ملي، ولما بيكون بدي مثلا حساس تقاربي بمجال عمل اكبر من 25 ملي، هذا الشيء راح يؤدي الى كمان زياده ل يعني انه حيكبر حجم الحساس، التحريض اكبر من 30، كبر الحساس راح يؤدي الى كبر الحقل المغناطيسي، وهذا الشيء يعني راح يؤدي الى زياده مسافه التحسس. النوع الثاني من الحساسات هي الحساسات الكهروضوئية. هذا النوع من الحساسات بيستخدم الضوء للكشف عن الأجسام. طبعاً بهذا الحساس بيكون في عنصر باعث للضوء وعنصر مستقبل للضوء. الضوء حتكون بأطوال أمواج مختلفة، ممكن تكون أشعة تحت الحمراء، ممكن تكون أشعة حمراء مرئية يعني مرئية بالعين، ممكن تكون أشعة ليزر. هاي النوع من الحساسات ممكن يتواجد بال يعني بالسوق على هيئتين، احيانا ممكن يكون الباعث للضوء والريسيفر موجودين يعني ضمن كتله واحده، ضمن هاوسينج واحد. هذا الشيء بنسميه نحن ديفيوز اند ريتروفليكتيف كونفيجريشن، يستخدم يعني بشكل عام مثلا هذا الحساس مثلا كيف تتم اليه عمله، انه العنصر الباعث للضوء بيرسل الضوء، هذا الضوء مثلا يلتطم بشيء مثلا خلينا نقول مثلا بأنينة شامبو، مثلا بصير في نوع من انعكاس الضوء من على علبة الشامبو هاي، هذا انعكاس الضوء هذا بيوصل للعنصر المستقبل الضوء وبيعطي إشارة. الهيئة الثانية أو الشكل الثاني اللي ممكن يتواجد فيه الحساس إنه يكون على شكل بيكونوا إنه قطعتين مختلفتين، بيكون بالقطعة الأولى موجود العنصر الباعث للضوء، والقطعة الثانية الجزء الثاني من الحساس بيكون موجود فيه العنصر المستقبل للضوء. غالبا بيكونوا العنصرين موضوعين بشكل متقارب، بحيث يتم ارسال الضوء من العنصر الباعث للضوء الى العنصر المستقبل للضوء. هذا الشيء يعني هي الهيئه تسمى بالثرو بيم كونفيجريشن. الحساسات الضوئيه مجالها بالاستخدام واسع، ممكن تتحسس الجسيمات يعني اجسام صغيره مصنوعه من مختلف المواد. على فكره الحساسات الضوئيه تتحسس لكل المواد دون استثناء. طبعا هذا الشيء يعني كمان من ميزات الحساسات انه لها رينج واسع من مسافه التحسس. يعني يؤخذ على هذه الحساسات انها شديده التاثر بالعوامل المحيطه، يعني احيانا بيتم التحسس عن طريق مثلا غبايا او جزيئات صغيره او اوساخ الحساسات بتلقطها بتكتشفها. وكمان تتطلب احيانا في بعض انواع اجراء بعض عمليات البرمجه اثناء التركيب من اجل امثله العمليه، يعني احيانا لانه حساس ضوئي الضوء ممكن يعني برمجته بحيث انه ما يتحسس هي اللي عم نحكي عنها الجسيمات الصغيره، يكون مجال التحسس تبعه مثلا اعلى من هالجسيمات، بحيث انه اذا مر هالجسيم اللي ما بدنا اياه انه نستشعره ما يعطي للحساس اشاره. هاي الحساس بما انها حساسه للاوساخ وللاجسام يعني الصغيره، اللي ممكن هذا الشيء طبعا لما بصير انه يوقع هذا الجسم الغريب مثلا اللي ما بدنا اياه نحن مثلا المبنى الحساس يتحسس، وحيسالونا نوع بنسميه احنا خطا الاستشعار او فولس تريجرز، اللي هي عباره عن اعطاني اشاره خاطئه ما بدي اياها. يعني هذا طبعا ناتج عن تداخل هذا الجسم ضمن مجال العمل اللي موجود فيه الحساس. مثل ما قلنا انه هاي الحساسات لها مجال واسع عمل كبير، طبعا اذا استخدمنا عنصر الليزر ساعتها بنقدر نحن نوصل لمسافه تحسس قد تكون بضعة ميكرونات، يعني مسافة التحسس قريبة كثير من الحساس الليزر إذا استخدمنا ليزر. يعني إذا كانت استطاعة الليزر كبيرة ومركز بشكل كافي ممكن نحصل على مسافات تحسس طويلة. هلأ على سبيل المثال مثلا بالنسبة للحساسات الضوئية خلينا نقول اللي ما كثير مكلفة يعني العادية خلينا نقول ممكن تتحسس لمسافة 100 ملم في حال كان النمط اللي عم نستخدمه من الحساسات هو الديفيوز بيم،
اللي حكينا عنه انه بكون الباعث للضوء والمستقبل الضوء موجودين بهاوسينج وحده، وممكن يوصل لل 50 متر لما نستخدم النوع الثاني من الحساسات الضوئيه الثرو بيم. يعني مثل ما ملاحظين في رينج كبير من بضعه مليمترات او حتى بضعه ميكرونات لعشرات الامتار. النوع الثاني او الثالث من الحساسات اللي بدنا نحكي عنها اليوم هي الحساسات السعويه. هاي الحساسات يعني تعتمد بمبدا عملها على العازليه، على اكتشاف الاجسام ذات العازليه الكهربائيه والكثافه. هدول الاجسام بيقدر يتحسسها هذا النوع من الحساس. تقريبا الحساسات يعني تتحسس لكل المواد بشكل يعني كامل تقريبا، بس تعتبر يعني افضل في حال استخدامها من اجل تحسس الاجسام شديده الكثافه. ممكن تستخدم بمجال مثلا تحديد مستويات السوائل ضمن الكونتينرات ضمن الحاويات. بكون دائما احيانا مثلا على الحاويه في مثلا مجال ادنى لازم ما يكون السائل موجود ضمن الكونتينر ادنى منه، وفي مجال اقصر لازم الكونتينر ما يتعبى اكثر من الحد، فنلاقي مثلا على الكونتينر حساس تحت وحساس فوق. الحساس التحتاني وقت بيوصل مستوى السائل لعنده بيعطي اشاره انه الخزان مثلا قرب يفطر. الحساس الفوقاني وقت بيوصل السائل لعنده بيعطي اشاره انه الخزان مثلا الكونتينر اتعبى، انه اوقف عمليه الملء مثلا. ممكن هذه الحساسات تتحسس للاجسام الكثيفه مثل ما حكينا. هاي الحساسات فيها ميزه انه تقدر انت يعني تعيرها. يعني احيانا الاجسام اللي انا ما بدي اتحسسها ممكن اعير كثافتها واشطبها من البرنامج مثلا، وهي بنسميها احنا تيون اوت، يعني انه طردناها خارج مجال التحسس. ساعات الحساس ما بتحسس، بصير ساعات تندرج تحت شيء اسمه الباك جراوند ما اخذناه. هاي الحساسات يعني كمان تتأثر بالمحيط الذي تعمل به الحساسات. يعني ممكن أحيانا يصير في نوع من التشويش غير مع الحساس، تعطيه إشارة خاطئة أو كذا. وكمان يعني كمان يؤخذ عليها الحساسات إنه مجال العمل تبعها يعتبر صغير. مجال العمل للحساسات غالبا ما بتعدى 60 مليمتر. مثل ما حكينا يعني احيانا يعني بتتاثر بالبيئه المحيطه. كمان هي مو بس بتتاثر بالبيئه المحيطه، بتتاثر بكثافه يعني الجسم اللي انا بدي اتحسسه. يعني بجوز يكون مجال العمل للحساس مثلا 60 ملم، بس انا لاني عم استخدم مثلا جسم مثلا منخفض الكثافه ممكن يقل مسافه التحسس هي للنصف فرضا. يعني مثلا احد العوامل اللي بتاثر على الحساسات هي كثافه الجسم اللي انا عم بتحسسه. بعد ما حكينا عن انواع ثلاثه بهالحساسات، رح نتطرق لفكره ثانيه اللي هي عباره عن خيارات التوصيل. الحساسات بشكل عام بتم وصفها ل بي ال سي بروجرامبل لوجيك كنترولر، او عباره عن يعني خلينا نقول محطات تحكم تعتمد على هالنظام. غالبا بتكون الحساسات تعمل على فولتيه منخفضه بشكل قياسي. بنلاقي الحساسات بشكل عام يعني دارجه بتشتغل على 24 فولت يعني تيار مستمر، او احيانا بنلاقيها 12 فولت حسب. يعني احيانا ممكن نلاقيها ب 120 فولت تيار متناوب حسب. كله يعني موجود، كل نوع من الحساسات له يعني نمط تغذيه مختلف. احيانا الحساسات يعني ممكن تكون على يعني الترانزستور الموجود فيها مثلا التركيب الداخلي ممكن يكون فيها نيجاتيف تو او بوزيتيف تو نيجاتيف بي ام بي، او بالعكس نيجاتيف تو بوزيتيف. هذا الشيء بيعطي مثل نوع من السويتش على مبدا اذا في ان ار يعني نقاربه للسويتشز العاديه بتاع النورمال اوبن والنورمال كلوز. احيانا يعني طريقه التوصيل بتلعب بنورمال اوبن ونورمال كلوز. هذا النوع من الحساسات اللي بيكون فيه انه ام بي ان او
بي ام بي احنا بنسميه الحساسات، يعني بتعطي اشاره منفصله، يعني ما لها الاشارات ما بتكون مترابطه مع بعض، يعني اشارات ديجيتال بنسميها حساسات ديجيتال سنسورز. في حساسات بيكون هي عباره عن انالوج سنسور، هي بتعطيني مثلا احيانا يعني بتكون بتعطيني قيم دقيقه اكثر من الحساسات الديجيتال. هي على حسب اختلاف التغذيه ممكن تعطيني مثلا قيم، وحسب اختلاف الفولت الناتج او التغذيه الناتجه عنها او المقاومه خلينا نقول ممكن تعطيني مثلا تردد، يعني خلينا نقول قراءات او اشارات مختلفه. الرينج تبع احيانا بتتراوح من 0 لل 10 فولت او من 4 لل 20 ملي امبير كاوت بوتس، يعني هي انه حسب الفولت اللي بيعطيني، يعني اذا اعطاني فولت مثلا 1 بيعطيني اشاره مختلفه، اذا اعطاني فولت 4 اشاره مختلفه. يعني مثل ما بنلاحظ بهالطريقه بنقول الحساس يعني نوعا ما يعطيني قيم اضعف للقصص. مثل ما حكينا انه غالبيه الحساسات يعني بتكون بي ام بي او ان بي ام. احيانا بعض الحساسات بيكون فيها نوعين نفس تكون نفس الحساس بيكون في بي ان بي وان بي ام. نحن ساعتها بيكون في مثل خيار انه بتحدد يا هي يا هي، او احيانا عن طريق البرمجه يمكن تختار برمجه الحساس انك تختار مثلا بدك اياها بي ام بي او ان بي ام حسب. يعني احيانا طريقه توصيل الحساس يعني بتكون خلينا نقول حساس البي ام بي حيكون له طريقه توصيل على الدرجه الغير بتختلف عن حساس ام بي ام. فاذا الحساس يمتلك الخيارين بي ام بي وان بي ام حسب طريقه التوصيل ممكن يعني نحدد بقى شو نمط الحساس، هل هو بي ام بي او ام بي ام. هلا بالنسبه لنقطه ثانيه كمان رح نناقشها بالكونكشن اوبشن، هي نوع الكابلات. يعني بغض النظر عن الحساسات شو هي، يعني الكابل تبع الحساس ممكن يكون احيانا بنسميه يعني بري وايرد كابلز. هذا نوع الحساس بيكون يعني خاضع لعمليه قولبه مع الحساس، بتلاقي الكابل مع الحساس شقفه واحده ما بتقدر تفصله، يعني ما بتقدر تفكه، يعني نوعا ما مثل كيف الشاحن تبع الموبايل، كيف الشريط فايت يعني شريط الشاحن تلاقي ما بتقدر تفصله، غالبا ما بتقدر تفصله. هذا بنسميه نحن البري وايرد كابلز. يعني هذا النوع من الحساسات وقت بيكون متواجد مع هيك نوع من الكابلات بيكون ارخص انواع الحساسات اقلها كلفة. المفيد فيه انه يعني ببسط عملية شراء الحساس، يعني بتشتري الحساس مع كبة وشقفة واحدة جاهز. هاي الحساس يعني نوع الحساسات اللي بيكون الكابل يعني مدمج مع الحساس فيها ميزة انه احيانا بيسمح لنا بتركيب الحساس بالمساحات الضيقة، يعني احيانا يعني بيكون مكان تركب فيه الحساس يعني مزروكة يعني او صعبة انه هيك. فهذا النوع من الحساس بيكون منيح، يعني بختار نوع حساس انه يكون الشريط يعني مقولب مع الحساس يعني شقفه واحده. غالبا بيكون طول الشريط يعني ما بيكون كثير طويل، الحساسات اللي بيكون الكابل تبعها مقولب مع الحساس ما بيكون مجال طول الشريط كبير، يعني احيانا بيكون طول الكابل بين 2 و 5 متر، ممكن يكون اقل ممكن يكون اكثر حسب الشركه، بس هذا رقم وسطي. واي فشل بالحساس احيانا او حتى اي عطل بكبد الحساس بيستدعي يعني تعتبر سيئه والله النقطه، بيستدعي تبديل الحساس كله. يعني احيانا اذا نقص الحساس انقطع او كذا انه اذا وصلته رديت وصلته ممكن يعطي انه تشويش على الاشاره او كذا او ما يشتغل، ونضطر يعني بهالحاله انه نبدل الحساس كله. هذا الشيء يعني حيعطينا زياده بالكلفه، ولازم ساعتها وقت نركب هيك نوع حساسات نامنها. وطبعا بصير عندنا هيك حساسات وهيك مشاكل وخرب الحساس، تعال بدله وركب غيره ومدري شو، يعني حيزيد من عمليه يعني تركيب الاله اثناء التصميم وتجميعها.
النمط الثاني يعني من الكابلات يلي بنسميها نحن الكويك ديسكونكت كابلز، هي بتيجي الى بنهايه الشريط، في يعني بنهايه الكابل في مثل بلوك، هذا البلوك بتركب بالحساس. يعني هذا البلوك ممكن يكون يعني مصنع من مواد مختلفه مطاطية يعني كذا هيك، ممكن يكون مثلا يتركب بالحساس عن طريق الحشر، يعني بس انه بتفوت الكابل بالحساس وبتشد، او يكون مثلا موجود على شكل قلاوظ مثل في عزقه مثلا، بتركب الحساس وبتشده بعزقه، بتتميز بسهوله الفك والتركيب، يعني بتبسط عمليه الانتاج يعني التجميع خلينا نقول. في حال تعرض الحساس لعطل بالشريط يعني بكل بساطة أنا بفك الكابل وبحط واحد تاني. طبعا هذا الشيء يعني رح له سيء جديد، إنه الحساسات اللي بتكون هيك من النوع كلفتها بتكون شوي يعني أعلى من الحساسات اللي بيكون الكابل فيها مدمج مع الحساس، وهذا الشيء بالتالي إنه يكسر الحساس يعتبر قطعة والكابل قطعة، يعني انا زدت من القطع، عقدت مثلا عمليه الشراء، يعني وقت اقدم مثلا طلبات الشراء صار لازم احط مثلا البارت نمبر للحساس والبارت نمبر للكابل. هلا رح نحكي شيء اسمه عن تطبيقات او خطوط عرضه عن تطبيقات الحساسات. غالبا بالنسبه للحساسات السعويه الميزه فيها انه احيانا بتحسس الاجسام اللي بدنا اياها التارجتس ولو كان في فاصل يفصلها عن الحساس، حاجز مثلا ممكن يكون كرتون او ممكن يكون بلاستيك يعني او اي حاجز ثاني. مثلا مثل ما حكينا سابقا هي الحساسات بتتحسس مثلا لوجود الماء، مثلا انا حاطط انبوب مثلا انا المفروض يكون معي مرض غير مثلا غاز او هواء، اذا صار تسريب لمي مثلا مياه مطر او اي شيء ثاني من الصرف الصحي او كذا، هذا الحساس ممكن يكتشف انه في تسريب مي داخل الانبوب فبيعطيني اشاره. هاي اللي حكينا عنها الميزه ان احنا بالحساسات السعويه بنقدر احنا نعاير تبع على الكثافه اللي بدنا اياها، الشيء بيسمح لنا انه نقدر نكتشف بحساس واحد مثلا مجموعه كبيره من السوائل او الاجسام، ممكن احنا نكتشف بنفس الحساس نقدر مثلا نعاير اللي يكتشف الماء او نعاير اللي يكتشف الزيوت او المواد الكيميائيه، او حتى نعاير لما نكتشف مثلا البودره، او مثلا خلينا نقول اذا حكينا مثلا شوي بالات الووتر جيت في الكونتينرات اللي بتحوي على رمال القطع الابراسيف يعني هدول اسمها الابراسيف، هي ممكن الكونتينر مثلا يحتوي على حساسات سعويه لتحديد الحد الادنى اللي لازم يعني الخزان والحد الاعلى للخزان. ممكن احيانا تتحسس للحبوب بالصوامع مثلا حد ادنى حد اعلى وما الى هنالك من التطبيقات المختلفه. يعني احيانا التطبيقات الرائجه للاستخدام هنركز عليها شوي للحساسات السعويه انه الليكويد ليفل، مسافه السائل الموجود ضمن مثلا مثل ما قلنا كونتينر، او احيانا هذا الكونتينر ممكن يكون مثلا جدار مثلا، او ممكن يكون مثلا زجاج متركب عليه. هلا مثل ما مبين هون بالصوره عندنا بلاستيك مثلا، معاه بلاستيك يحوي على هذا السائل لونه اخضر، شوفوا كيف الحساس السعر مركب ليحدد الحد الاقصى اللي لازم يتعبى في هذا الكونتينر. يعني غالبا مجال استخدام الحساسات السعويه لتحديد مثلا الحجم او الحد الاقصى والحد الادنى. احيانا لما نركب يعني الحساسات بحيث تكون مثلا قريبه كثير بشكل كافي مثلا، ممكن نتحسس يعني
لوجود الجسيمات ضمن مثلا كونتينرات مثل ما يعني خلينا نقول كتيمه غير شفافه مثلا كذا، كل ما قربنا نحن يعني احيانا بيكون الوعاء اللي موجود فيه السائل شفاف، اذا كان شفاف مثلا ساعتها الحساس السعوي ممكن ما يكون هالدرجه كثير قريب على الكونتينر، اما اذا كان مثلا مصمت او خلينا نقول قاتم فلازم نقربه يعني او يعني نقرب الحساس بشكل كافي بحيث يتحسس يعني للسائل او الشيء الموجود ضمن الكونتينر اللي المطلوب منا يتحسسه. طبعا كل نوع من انواع التكنولوجيا اللي تكنولوجيا التحسس اللي حكينا عنه من ثلاثه كل واحدة يعني شفنا مثل ما شفنا كل واحدة منهم لها رينج محدد للديستانس. يعني بالنسبة لنا يعني المحبذ طبعا بالنسبة لمجالات الحساسات انه دائما يكون مسافة التحسس كبيرة الافضل، مشان هيك نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار التطبيق ونكون محددين بالضبط شو مواصفات التطبيق لنقلل الفولس تريجرينجز للحساس. يعني ما لازم احنا يعني مثل ما حكينا احيانا البيئه اللي عم نحط فيها الحساس، يعني مثلا انا الجسم اللي عم يمر جنب الحساس هو مثلا بكفي اني يعني ايش اسمه انه يكون الرينج تبع مثلا 30 ملم، بس احيانا ضمن الرينج 30 ملم تمر مثلا قطعة غبرة قطعة بلاستيك طايرة مثلا شبه هيك مثلا ينقطع الحساس يحسسها وبيعطيني خطأ بالإشارة، فهي كله لازم تندرس قبل ما يعني نحطها بعين الاعتبار قبل ما نختار الحساس، حتى نحطها بعين الاعتبار لما نركب الحساس نحمي الحساس نحمي مجال عمله من دخول أجسام غريبة. بالنهاية رح نعمل مقارنة بين الحساسات الثلاثة اللي أخذناهم، حنعمل المقارنة من حيث المواد اللي عم يتم تحسسها، من حيث مسافة التحسس، من حيث جودة التحسس، من حيث العمل ضمن البيئة القاسية خلينا نقول أو يعني اللي فيها مثلا نوع من النوع تتطلب مثلا شروط خاصة، حنقارنها من حيث التكلفة، من حيث المنطقية reliability، من حيث المتانة يعني جودة القراءة خلينا نقول، من حيث الاستشعار التكرارية تبعية الاستشعار قديش. بالنسبة للماتيريالز خلينا نقول يعني المواد اللي ممكن تحسسها، فبالنسبة للحساسات التحريضية مثل ما حكينا المواد المعدنية اللي بتحتوي على عنصر الحديد ferrous metals only، بس مواد معدنية هي اللي بتحسسها الحساسات التحريضية. بالنسبة للحساسات السعوية ممكن يعني تتحسس السوائل، كمان ممكن تتحسس الميتال، كمان يعني او خلينا نقول الدراي جودز اللي هي عبارة عن البضائع الجافة، كل شيء يعني له علاقة بالكثافة له كثافة ممكن يعني تبع الكثافة ممكن يتحسسوا الحساس. الحساسات الكهروضوئية يعني هي من أجمل الحساسات يعني جيدة يعني عالم تاني يعني الحساسات يعني تتحسس لجميع المواد ما في أي استثناء لكل المواد. بالنسبة مسافة التحسس مثل ما مر مع البروكسيميتي سنسور الحساسات التقاربية مجال التحسس بالغالب بيكون بين النص لل 120 ميلي، أما الحساسات السعوية ممكن من الصفر إلى 50 ميلي. الحساسات الكهروضوئية لاحظوا قديش مجال كبير من الصفر إلى 50 متر، هي هون 50 متر هي 50 متر. بالنسبة لجودة التحسس الحساسات التحريضية جيدة، الحساسات السعرية كمان جيدة، أما الحساسات الكهروضوئية فهي ممتازة تحسسها يعني دقيق جدا.
تأثرها بالبيئة المحيطة، خلينا نقول operation in harsh environment، حساسات البروكسيميتي مثل ما حكينا انه لها تأثير، البيئة المحيطة لها تأثير سلبي لكن خفيف. اما الحساسات السعوية تعتمد على نوع الحساس المختار، يعني احيانا اذا نفس البيئة، البيئة مثلا خلينا نقول فيها شوائب بتأثر على الحساسات السعوية، بس احيانا الحساسات ممكن تتحسس التأثير وممكن حساسات ما تتحسس التأثير. بالنسبة للحساسات الكهربائية فهي حساسة جدا للبيئة، اي شغلة ممكن تستشعرها. التكلفة طبعا هي ارقام وسطية، التكلفة الحساسات التحريضية التقاربية احيانا بتتراوح تكلفتها من 10 دولار لل 200 دولار، طبعا ممكن اقل ممكن اكثر. اما الحساسات السعوية فهي بتيجي اغلى شوي، من 60 دولار لل 200 دولار، طبعا هذا اي ارقام وسطية، ممكن اقل ممكن اكبر حسب الـ يعني الـ يعني الفندور اللي عم يزود لنا هي الحساسات. بالنسبة للحساسات الكهروضوئية فهي طبعا في منها رخيص ببلش من 20 دولار، وفي منها الغالي بوصل 600 دولار الحساس الواحد حسب التقنية، يعني إذا أنا عم استخدم حساس فيها مثلا ليزر استطاعته عالية مركز بشكل كافي، مساحة مسافة التحسس تبعه مثلا 50 متر، شيء بديهي يكون غالي يعني. بالنسبة للموثوقية، الحساسات التقاربية أو التحريضية فهي موثوقيتها تعتبر جيدة جدا. أما بالنسبة للحساسات السعوية والحساسات الكهربائية يعني في مشاكل، يعني في أمور لازم ناخذها بعين الاعتبار بالنسبة للموثوقية، اللي هن حكينا عنها الفولز تريجرز اللي هي بتأثر على أحيانا استشعار، يعطينا اشارات الحساسه يعطينا اشارات مثلا خاطئه ما لازم يعطيها. بالنسبه لمتانه الحساس، جوده الحساس خلينا نقول، فالحساسات التقاربيه فتعتبر جيده جدا، والسعويه كمان تعتبر جيده جدا. اما بالنسبه للحساسات الكهروضوئيه ف الجودة تبعيتها بتتعلق بالأوساخ والجسيمات، يعني أحيانا لازم، يعني هذا الشيء رح يقتضي دائما إنه لما نحط نستخدم حساسات ضوئية لازم مجال التحسس يكون نظيف، ما لازم يكون في أي عوالق أو عوائق يعني أو أي غبار أو أي شيء ممكن يعني يأثر على التحسس. بالنسبة للتكرارية switch frequency، الحساسات التقاربية سريعة يعني تستجيب للتكرار بشكل سريع. الحساسات السعوية تعتبر بطيئة ما بتستجيب للتكرار بشكل سريع، يعني تغير الكثافة ما السريع ما بيخلي الحساسات السعوية تستجيب يعني بشكل سريع مثل الحساسات السعوية أو الحساسات التقاربية. الحساسات الكهروضوئية تتميز يعني سريعة جدا سريعة جدا، يعني أي تغير دغري بتتحسسه يعني وتعطينا اشاره عنه. طبعا هيك بنكون خلصنا ان شاء الله يعني هذا البحث المتعلق بالحساسات المختلفه المستخدمه بالانظمه الصناعيه والالات الاتمته والالات التحكم الرقمي. يعني بتمنى من كل قلبي انه تكون المعلومات الوارده بهذا الفيديو مفيدة، وإن شاء الله يكون الشرح واضح. طبعا أنا إن شاء الله جاهز لأي استفسار بخصوص هالفيديو. وبالنهاية بدي أتشكركم لحسن إصغائكم واستماعكم، على أمل اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.